أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، وهذه الجولة الإخبارية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية. نبدأها من بورسعيد، حيث قرر اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد تعيين مجلس مؤقت لإدارة النادي المصري برئاسة رجل الأعمال كامل أبو علي. كان مجلس إدارة النادي قد تقدم باستقالته عقب أحداث استاد بورسعيد. في سياق متصل، تقدم والد الطفل بلال الذي لقي مصرعه بطلق ناري أثناء الاشتباكات بين مشجعي النادي المصري وقوات الأمن في محيط المباني الإدارية بهيئة قناة السويس، تقدم ببلاغ للمحامي العام لنيابات بورسعيد يتهم فيه الحاكم العسكري للمحافظة بالتسبب في مقتل نجله. للمزيد من التفاصيل معنا الصحفي أحمد الجمال. أحمد، ما هي آخر تداعيات الاشتباكات بمحيط هيئة قناة السويس؟ نعم أيمن، منذ صباح اليوم والأمور هادئة تماما وتسير بشكل طبيعي جدا أمام المبنى الرئيسي لهيئة قناة السويس، وهو مبنى القبة، بعدما تم القبض بالأمس على 5 أشخاص وتم الإفراج عنهم بعد عمل التحريات اللازمة. كما أكد لنا أيضا اللواء بحري أحمد نجيب شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد أن المجرى الجناحي لقناة السويس يسير بصورة طبيعية، وأن المدخل الشمالي للقناة المرتبط بموانئ بورسعيد يعمل بصورة جيدة، ونفى أن تكون لأحداث بورسعيد أي نوع من التأثير. وقال شرف في تصريح خاص لنا خلال متابعته للحركة الملاحية للسفن التي تدخل وتخرج من شمال الميناء وتقرب المجرى الملاحي شمال قناة السويس، أن جميع السفن مرت بانتظام كامل في المجرى الملاحي للقناة. طيب أحمد، بالنسبة يعني هذه التداعيات للبلاغ الذي تقدم به والد الطفل بلال الذي لقي مصرعه في هذه الأحداث، ماذا عنها؟ نعم أيمن، تقدم ممدوح محفوظ والد الطفل بلال الذي لقي مصرعه بطلق ناري في أحداث قبة قناة السويس في بورسعيد ببلاغا إلى المستشار سامي أدينة المحامي العام لنيابات بورسعيد، يتهم فيه اللواء عادل غضبان الحاكم العسكري لبورسعيد بالتسبب في مقتل نجمه اثر اطلاق قوات تامين مبنى قناه السويس النيران عليه حال مروره مصادفه امام المبنى وقت وقوع مصادمات بين مجموعه من المتظاهرين والقوات المسلحه امام المبنى الاداري لهيئه قناه السويس في بورسعيد مساء امس الاول. واستعان والد المبنى عليه في بلاغ محمل رقم 772 لسنه 2012 اداري قسم شرطه الشرق المثلى في تقرير الطب الشرعي المدلل على ان الوفاه جاءت نتيجه اصابه المجني عليه بعيار ناري نتج عنه تهتكات في الاحشاء الباطنيه ونزيف دموي جسيم ادى الى هبوط حاد بالدوره الدمويه تسبب في الوفاه. وطلب بيان الاحزاب والقوى السياسيه الذي صدر امس ضم اسم بلال ممدوح الى شهداء الثوره. ويذكر ان بلال في الصف الثالث الاعدادي الازهري ويحفظ نصف القران على حد قول والده، وليس له علاقه بمشجعي النادي المصري. وقال والده انه كان في طريق عودته من منزل جدته في جدته فلقي مصرعه اثر التصادمات التي حدثت بين المتظاهرين وبين قوات تامين مبنى قبه قناه السويس. طب احمد، تعتقد ان تعيين مجلس مؤقت لاداره النادي المصري ربما تساهم في حل هذه الازمه؟ هي من الممكن ان تساهم في ان تسود عمليه هدوء كبيره بين جماهير المصري، لاني ايضا اود ان اقول لك ان هذا الطلب هو كان على راس مطالب جماهير النادي المصري عندما كانت الحكومه تبث بل هناك الاخبار باقاله كامل ابو علي وباقاله مجلس المصري وبفرض عقوبات على النادي المصري قبل ان تقرها، فهذا كان مطلب رئيسي للجماهير وهو عودة كامل أبو علي ليقود مسيرة مجلس إدارة النادي المصري وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة. وبالفعل وقع على قرار تعيينه على رئاسة مجلس مؤقت ليقود النادي المصري في المرحلة المقبلة. بالأمس اللواء سامح رضوان كونه يقوم بمنصب وبمهام محافظ بورسعيد الذي يخلو منصبه حتى اليوم. أشكرك أحمد الجمال زميلنا الصحفي، كنت معنا من محافظة بورسعيد، شكرا جزيلا لك.
ننتقل إلى محافظة السويس، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون جراء حريق نشب في قاطرة تابعة لإحدى شركات الخدمات البترولية في ترسانة السويس. هذا وقد أكد اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس أن قوات الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، مشيرا أنه جاء نتيجة انفجار في خزان إحدى القاطرات أثناء عمل صيانة لها. في شأن آخر، عادت أزمة المواد البترولية تظهر في الكثير من محطات الوقود بعد أن كانت قد شهدت انفراجة نسبية أول أمس. معنا الصحفي كريم عبد المعين ليضعنا في تفاصيل هذه المشاهد. كريم، أولا ماذا بشأن حريق القاطرة في السويس؟ نعم زميلي أيمن، بالفعل تم إرسال 4 من المصابين إلى مستشفى أردمرداش بالقاهرة بعد أن أصيبوا بحروق شديدة إثر الانفجار الذي شهدته القاطرة التابعة لشركة الخدمات التجارية الخدمات البترولية بتروجيت أثناء قيام هذه القاطرة بالإصلاح داخل ترسانة السويس البحرية، والذي أسفر أيضا عن مصرع 3 أشخاص، 3 عمال كانوا يعملون في عملية إصلاح القاطرة وإصابة 9 آخرين. الوضع الآن هذه في ترسانة السويس البحرية، وإن كان هذا الحادث فجر كثير من الغضب لدى العمال حول عدم قيام إدارة ترسانة السويس البحرية بالالتزام بتعليمات الأمن الصناعي والمتعارف عليها في جميع الشركات العامة والخاصة، وعدم وجود إجراءات احترازية تجاه عمليات الصيانة في القاطرات وغيرها من المهام التي يقوم بها العمال. قالوا أن إدارة الشركة تتخاذل في اتباع الأساليب العلمية المتطورة في الأمن والسلامة المهنية بما يحفظ للعمال أمنهم وسلامهم في العمل. هناك 4 مصابين أو 5 مصابين في مستشفيات السويس الخاصة يتلقون العلاج حاليا. النيابة العامة قد تم تشكيل لجنة من النيابة العامة لزيارة موقع الحادث، وهو الذي سوف يتم صباح غد بحضور خبراء من الأدلة الجنائية للكشف عن أسباب الحادث. شهود عيان أكدوا أن الحادث أو حادث انفجار التانك جاء أثناء قيام العمال بتنفيذ عمليات لحام لهذا التانك أو هذا الخزان، نعم أثناء الصيانة. وكان فيه بعض الوقود. طيب، ننتقل إلى شأن آخر كريم، وهو عودة أزمة المواد البترولية مرة أخرى. بالفعل عادت من جديد أزمة نقص المواد البترولية، على الرغم من أن محافظة السويس هي من المحافظات البترولية في الأساس، حيث تمتلك الكثير من شركات التصنيع والتكرير للمواد البترولية. القضية الآن أصبحت في أن هذه المواد البترولية أو محطات البنزين تحديدا لا تتعدى مسافة المحطات وبين الشركات المنتجة أكثر من 5 كيلومتر، ولكن هناك نقص حاد في المواد البترولية بما يؤكد أن هناك خلل ما في الشركات البترولية التي تقوم بإنتاج هذه الكميات التي يتم ضخها ليس في السويس فقط ولكن في كثير من المحافظات، إذ كانت السويس تعاني نقص. فهذا النقص يؤكد على أنه كما ذكرت هناك خلل، بالتالي سوف يكون في جميع المحافظات. الطرق المؤدية لمحطات البنزين خاصة في وسط المدينة أصبحت كما تظهر الصور أصبحت شبه مغلقة نتيجة تكدس السيارات النقل، والتي من المفترض ألا تدخل حدود المدينة نظرا لأن هذه السيارات النقل هي التي تقوم بنقل الحاويات ونقل البضائع من المحافظات المختلفة إلى مينائي السخنة. نعم، أشكرك، شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي كريم عبد المعين، كنت معنا من محافظة السويس. ننتقل منها إلى محافظة إسماعيلية، حيث أجلت محكمة الجنايات قضية تنظيم التوحيد والجهاد في سيناء إلى جلسة 23 من أبريل المقبل، وذلك للاستماع إلى شهود الإثبات وإطلاع الدفاع على أوراق القضية. ويحكم في هذه القضية 25 شخصا بتهم قتل 7 من أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة وإنشاء وإدارة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم. الصحفي يسري محمد يضعنا في تفصيل هذا الخبر، تفضل يسري نحن معك. نعم أيمن، بالفعل جلسة اليوم عقدت برئاسة المستشار حسن محمود فريد وسط إجراءات أمنية مشددة
لم يشهدها مجمع محاكم الإسماعيلية من قبل، حيث تم نشر أعداد كبيرة جدا من قوات الأمن في محيط المجمع، وأيضا تم الاستعانة ببعض البوابات الإلكترونية الخاصة بالكشف عن الأسلحة والمتفجرات. جلسة اليوم كان يحاكم بها بالفعل حضوريا 12 متهما، بالإضافة إلى 13 متهما آخرين يحاكمون غيابيا في قضية تنظيم التوحيد والجهاد. هذا التنظيم واجه تهم بأنه قد ارتكب خلال العام الماضي القيام بعمليات مسلحة ضد بنك الإسكندرية، بالإضافة إلى الهجوم على قسم شرطة ثاني العريس، مما تسبب في مقتل 3 ضباط بينهم ضابطان بالشرطة وضابط آخر بالجيش، بالإضافة إلى مقتل 4 آخرين من أفراد الشرطة وأحد المواطنين. بالفعل المتهمون اليوم أنكروا التهم الموجهة إليهم وأكدوا بأنهم تعرضوا للتعذيب والضرب داخل محبسهم، أيضا أكدوا بأنهم تم القبض عليهم داخل منازلهم وأنه لم يتم القبض عليهم في مكان الأحداث. أيضا دفاع المتهمون طلب اليوم بسماع شهادة شهود الإثبات الذين وردت أسمائهم في قرارات الإحالة، ومنهم مدير أمن شمال سيناء نعم. ومدير المباحث، بالإضافة إلى مدير مكتب المخابرات. شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي يسري محمد، كنت معنا من محافظة الإسماعيلية. في محافظة البحر الأحمر أعلن محمد خطامش عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الإضراب عن الطعام في مستشفى رأس غارب احتجاجا على الموقف الرسمي من مشكلة أراضي الشباب. في شأن آخر، بدأ نحو 200 عامل بقرية مجاويش السياحية في مدينة الغردقة إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والتحقيق في الأوضاع الخاصة بالقرية. معنا الصحفي كمال رشاد للمزيد من التفاصيل. كمال، ما الذي دفع نائب مجلس الشعب للإضراب عن الطعام بالتحديد؟ وذلك للمطالبة بأن تقوم القوات المسلحة برفع يدها على أراضي المدينة بمنطقة تقسيم النخيل، وهي أرض على مساحة 350. هذا ما قاله، أو هذه هي أسباب إضرابه، والآن يرقد حاليا في مستشفى رأس غارب كما ذكرت. طلب قطامش تخصيص هذه الأراضي للشباب والأهالي، تضامن معه بعض النواب منهم حمادة غلاب عضو مجلس الشورى. في الوقت نفسه زميلي أيمن، اللواء محمود عاصم محافظ البحر الأحمر أكد لنا في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر مصر أن هيئة عمليات القوات المسلحة أرسلت خطاب برقم 5007 في 19 مارس الحالي، موجه إلى السكرتير العام للمحافظة اللواء سعد الدين أمين. طلبت هيئة عمليات القوات المسلحة بضرورة تجهيز طاقم مساحي مدني من مديرية المساحة، وذلك لفصل الحدود بين أراضي القوات المسلحة وقطعة أرض النخيل، وهي كما ذكرنا على مساحة 350، وذلك حسبما جاء في الخطاب لغرض التقسيم السكني. أكد عاصم أيمن أن القوات المسلحة ليس لديها أي مانع في هذا الشأن، مؤكدا أنه كان رد القوات المسلحة جاء بناء على خطاب أرسلته محافظة البحر الأحمر بهذا الشأن برقم 4001 بتاريخ 18/3، وفي اليوم التالي مباشرة وصل الرد من هيئة عمليات القوات المسلحة، وتحدد، وهي معلومة وصلتنا للتو، يومي 17 و18 أبريل لقيام اللجنة بفصل تلك الأراضي، سواء كانت أراضي تخص القوات المسلحة أو أراضي خاصة بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب. إذن يعني هل رفع عضو مجلس الشعب هذا الإضراب عن الطعام؟ هل انتهى؟ حاليا ما زال يرقد في مستشفى رأس غارب، ولكن هذا الخطاب ربما لم يكن قد وصله حتى الآن، ولكن هذه معلومات، ونحن والآن معنا صورة ضوئية من هذا الخطاب الذي يؤكد أن هناك لجنة مساحية مدنية. طيب تمام، كما ذكرت أنت يعني كمال، لكن يعني المثير للتساؤل إن هذا الأسلوب ربما يعمد إليه مواطن من المواطنين الذي لا يملك آلية معينة لعرض طلباته على الشعب، وهو الإضراب عن الطعام أو الاعتصام أو المظاهرات. ما الذي دفع عضو مجلس الشعب يمتلك آليات كثيرة تحت قبة البرلمان أنه يلجأ للإضراب عن الطعام؟ هل كانت له محاولات سابقة
مع الحكومة في هذا المجال كاستجواب، كطلب إحاطة أو ما إلى ذلك؟ في البداية أيمن اسمح لي أن أقول لك ما ذكرته كاملا هو لسان حال كل مواطني البحر الأحمر. الكل يقول هذا النائب أو نواب الشعب لهم آليات كما ذكرت ولهم ولهم، ولكن هذا النائب قام بالإضراب وقال لي أنه أضرب لهذه الأسباب ولم يقدم من قبل سواء استجواب للحكومة أو حتى طلبا أو مذكرة موقع عليها من الأهالي إلى المجلس العسكري. أشكرك شكرا جزيلا على هذا التفصيل. الصحفي كمال رشاد كنت معنا من محافظة البحر الأحمر. في قنا تفقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالة الأمنية في أنحاء المحافظة، وصرح أثناء الزيارة أن العملية تجري حاليا لإعادة هيكلة الوزارة، واستبعد مسؤوليات الوزارة عن تنظيم موسم الحج وبعض الإدارات بهدف اقتصار دورها على العملية التأمينية. معنا من قنا هيام الوكيل. هيام، كيف كانت زيارة وزير الداخلية لقنا؟ نعم الزميل أيمن، لك أن تتخيل أن هذه الزيارة كان لها أثر كبير على الشارع القنائي، حيث أن منذ عدة سنوات لم يقم وزير للداخلية بزيارة المحافظة رغم الشد والجذب الذي كانت تشهده المحافظة في العديد من المشاجرات التي تقع بين القبائل. كان مساعد وزير الداخلية هو الذي يقوم بهذا الدور، ولكن اليوم بدأت الزيارة بزيارة محافظة الأقصر ثم اتجاهه إلى محافظة قنا. لم يتخذ مكانا معينا أو يخبر بأنه سيتوقف ويتفقد مكانا بعينه، وإنما كان يتجول ويقف بأحد الأماكن دون أن يخطر بها مطلقا، وكان وقف بأحد الأكمنة المرورية والتي طلب فيها بعرض لي السجلات المرورية، وأن يكون هناك سجلات خاصة بالمخالفات المرورية والسيارات التي تم الإبلاغ بسرقتها، وسجلات أخرى خاصة ب تنفيذ الأحكام، ولكن هذه السجلات لم تكن موجودة بإدارة مرور دندرة لأنها سجلات مدرجة مع بعضها البعض ولم يكن كل سجلا على حد أو لوحده، وبالتالي طلب بأن يكون كل سجل على هل هناك حدة. قرارات معينة اتخذها الوزير بشأن محافظة قنا أمنيا؟ العملية التأمينية الزميل أيمن، يعني منذ أن تولى اللواء صلاح مزيد مدير أمن قنا ولاية المديرية، وهو قام بعمل عدة أكمنة ووضع كثير من العربيات السيارات المصفحة والعربات الخاصة بسيارات الشرطة في العديد من الشوارع ومنتشرة بها بشكل جيد، وبالتالي قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتفقد هذه الحالة دون أن يشدد على إجراءات بعينها. أشكرك شكرا جزيلا. الزميلة الصحفية هيام الوكيل كنت معنا من محافظة قنا. إلى محافظة المنيا، حيث ذكرت مصادر بمديرية الطب البيطري أن غرفة العمليات بالمديرية تلقت بلاغات جديدة بنفوق 35 حالة بسبب انتشار مرض الحمى القلعية، بالإضافة إلى 90 حالة جديدة يشتبه في إصابتها بالمرض. معنا الصحفي حسن عبد الغفار من محافظة المنيا. حسن، إذن يعني الموضوع في تصاعد، هذه الأزمة للحمى القلعية. بالفعل تستمر الحمى القلاعية في حصد رؤوس الماشية وخاصة العجول الصغيرة في المحافظة، حيث تتزايد الأعداد يوما بعد يوم في المحافظة، حيث كانت مديرية الطب البيطري قد رصدت اليوم نفوق 35 حالة من الرؤوس الصغيرة وإصابة أكثر من 90 حالة أخرى. المواطنين في حالة انزعاج كامل بسبب هذه المأساة التي يتعرضون عليها، ويؤكدون أن هذه الحالة سوف تأكل كل المحصول السنوي الذي ينتظرونه من العام إلى الآخر. وطالبوا مديرية الطب البيطري بضرورة إيجاد حملات قوية للتوعية وتحصين الماشية قبل نفوقها في هذا العام، وبالتالي سيعود بالضرر الكبير على المواطنين.
أشكرك شكرا جزيلا الزميل الصحفي حسن عبد الغفار من محافظة المنيا. ننتقل إلى أسوان حيث تتواصل أزمة نقص الوقود بسبب نقص حصة المحافظة الواردة من السولار والبنزين. وفي خبر آخر، قام عشرات العاملين بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية بإغلاق مبنى الهيئة في مدينة أسوان للمطالبة بصرف حافز الجذب أسوة بالهيئات الأخرى. الصحفي علي توفيق يضعنا في التفاصيل. علي، ما هي أهم يعني نبدأ بخبر أزمة نقص الوقود. نعم، محافظة أسوان تعاني من أزمة حادة في السولار والبنزين في جميع المحطات. السائقون ينتظرون ساعات طويلة أمام محطات الوقود، كما توجد طوابير طويلة أخرى يقف فيها المواطنون والسائقون بالجراكن. الأزمة تسببت في حدوث ارتباك شديد في حركة النقل والسفر من وإلى المحافظة، وأدت لارتفاع سعر الوقود في السوق السوداء إلى الضعف تقريبا. حصة الوقود الواردة لمحافظة أسوان هي أقل من نصف معدل الاستهلاك الطبيعي وفقا لتصريحات المسؤولين في مديرية تومين. المفروض أن يصل لأسوان يوميا 1200 طن من السولار و100 طن من بنزين 80 و25 طن من بنزين 90 و92، ولكن الكميات الواردة أقل من النصف. نعم، ننتقل إلى يعني اعتصام عشرات العاملين في هيئة وادي النيل للملاحة النهرية. نعم، هيئة وادي النيل للملاحة النهرية هي هيئة مشتركة بين مصر والسودان، وتم تأسيسها في عام 1974 لنقل الركاب والبضائع بين البلدين في عهد الرئيسين السادات والنميري كثمرة للتكامل بين مصر والسودان. العمال يطالبون برحيل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد عزل هذا المجلس، وأيضا تشكيل لجنة لتسيير الأعمال لحين تعيين مجلس إدارة جديد، ويطالبون بصرف حافز 200% أسوأ بالمصالح الحكومية الأخرى، لأن العاملين في هيئة وادي النيل يحصلون على 100% فقط. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي علي توفيق، كنت معنا من محافظة أسوان. ننتقل منها إلى محافظة المنوفية، حيث أكد المهندس محسن صلاح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي خلال لقائه المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية، أكد أن الهيئة أنهت مشروعات ومحطات معالجة المياه بـ11 قرية على مستوى محافظة المنوفية بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه. كما في المنوفية أيضا شهدت انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعة إقبالا ضعيفا جدا، وكانت أبرز القوائم المتنافسة في الانتخابات قائمة طلاب الإخوان المسلمين والطلاب الثوار والمستقلين. أما في محافظة الشرقية فقد شهدت المحافظة إقبالا كثيفا من أصحاب الحوالات الصفراء الخاصة بمن كانوا يعملون في العراق قبل أكثر من 20 عاما. في شأن آخر، تمكنت قوة الحماية المدنية بمدينة أبو كبير في الشرقية من السيطرة على حريق شب بسور كنيسة أبو كبير بعد تطور مشاجرة بين عائلتين تبادلتا خلالها إلقاء زجاجات المولوتوف، ما أدى إلى اشتعال النيران في سور الكنيسة. الصحفي طارق لبيب يضعنا في تفاصيل هذين المشهدين، المشهد الأول الحوالات الصفراء وكيف كان الإقبال الكثيف عليها. نعم الزميل أيمن، إقبال كثيف على فروع البنوك بمحافظة الشرقية لصرف الحوالات الصفراء للعاملين المصريين بالعراق سابقا، حيث شهدت محافظة الشرقية اليوم إقبالا كثيفا على فروع بنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الإسكندرية، وذلك على مستوى مراكز ومدن محافظة الشرقية، حيث تزاحم المواطنين أصحاب الحوالات الصفراء داخل وخارج البنوك لصرف حوالاتهم الصفراء التي مضى عليها 23 عاما وأكثر عانى أصحابها من عدم تمكنهم من الوصول إلى حقوقهم، حيث كانوا يعملون بالعراق قبل عام 1990. وبالفعل توجه الموظفون إلى فروع البنوك لصرف مستحقاتهم من الحوالات الصفراء وفقا للقوائم التي عادها البنك المركزي للصرف من كل بنك، وفوجئ المواطنين ان الحوالات الصفراء تصرف بدون فوائد 23 عاما، مما ادى الى حاله من التذمر وصاحبها حاله من الفوضى امام البنوك، وطالب مستحقي الحوالات الصفراء بصرف الفوائد على 22 عاما انقاض بدون وجه حق، في حاله عدم صرف هذه الفوائد سيلجأوا الى التحكيم الدولي للحصول على حقوقهم، حيث انهم حق للعاملين وليس حقوق للدوله. واكد احمد يوسف مدير بنك الاسكندريه بمدينه الزقازيق بانه تم تكوين لجان من قبل العاملين بالبنك لاستقبال العملاء وفحص الحوالات الصفراء لهم ولذويهم وتزيل كل العقبات وارشادهم للتيسير على المواطنين في صرف حوالاتهم الصفراء. نعم، ننتقل الى هذا الحريق الذي شب في سور كنيسه ابو كبير، هل مرت الامور نعم. بسلام؟ هل هناك اصابات؟ نعم زميل ايمن، لم يوجد اي اصابات، حيث تمكنت قوات الحمايه المدنيه في مدينه ابو كبير المحافظه الشرقيه من السيطره على حريق شب بسور كنيسه ابو كبير بعد تطور مشاجره بين عائلتين وتبادلهم القاء زجاجات الملفوف
الحركه مما ادى الى اشتعال النيران بوصول الكنيسه. واكد مصدر امني انه تم الدفع بقوات من الامن المركزي وضباط من البحث الجنائي للسيطره على الموقف، وتم القبض على مجموعه من الطرفين المتشاجره على ان الاوضاع بالكنيسه مستقره وان الموضوع لا يتعدى سوء مشاجره بين عائلتين تطورت على اثرها الى القاء بعض الزوجات بالكنيسه. اشكرك شكرا جزيلا الصحفي طارق لبيب، كنت معنا من محافظه الشرقيه الى محافظه الغربيه التي نختتم بها هذه الجوله الاخباريه في عدد من المحافظات، حيث تظاهر مئات العاملين بهندسه الصيانه في هيئه السكك الحديديه بطنطا وقطعوا خط السكه الحديد للمطالبه بزياده حوافزهم ومساواتهم بزملائهم بقطاعات اخرى. ايضا شهدت البنوك المخصصه لصرف الحوالات الصفراء للعاملين في العراق قبل غزو الكويت وسط شكاوى من بعض المواطنين بعدم قدرتهم على صرف مستحقاتهم، شهدت البنوك اقبالا كثيفا، وكان هناك طبعا كما في بقيه المحافظات هرج ومرج، وبالتاكيد هناك مشكلات كثيره. معنا على الهاتف الصحفي محمد عوف من الغربيه. محمد عوف، هل انتهى قطع خط السكه الحديديه ام ما زال مقطوعا حتى الان؟ بالفعل زميلي ايمن، وتم صد الاضراب العاملين وتم فتح شريط السكه الحديديه بعد ان تعطل نحو ساعتين كاملتين بسبب اضراب العاملين بهذه السكه الحديديه من عمال هندسه الصيانه بمحطه قدرات طنطا. وقفوا على قدام السكه الحديديه وادى ذلك الى تعطل حركه سير القطارات بين القاهره واسكندريه لنحو ساعتين. المطالب الاساسيه او المطلب الاساسي لهؤلاء العمال هي المطالبه بزياده حوافزهم ومساواتهم لزملائهم عمال المسافات الطويله والقصيره والبضائع، لانهم يشعرون ان هناك فارق كبير بين هذه الحوافز والحوافز التي يحصلون عليها بالمقارنه طبعا بزياده الاسعار بما يتم حاليا من زياده في الاسعار. الاضراب ادى الى تكدس الركاب وحدثت شدات كلاميه بينهم وبين المضربين بسبب تاخرهم عن اشغالهم. لكن المحتجون كانت يعني مبررهم لهذا الاضراب وهذا لقطع الطريق ان المسؤولين معهم يعني كانوا سابقا يعني وعدوهم بالتفاوض بشان مطالبهم وانهم سيعقدون اجتماع لبحث هذه المطالب، لكن لم يتم الاستجابه لهم ومطالبهم، مما دفعهم للاغراب عن العمل ومنع القطارات من المرور حتى يتم الاستجابه لمطالبهم. لكن المهندسه فوقيه طبلاوي اللي هي المهندسه فوقيه طبلاوي مدير الاداره الهندسيه بشركه حديد ضمطة يعني اقنعت هؤلاء العمال بفضل الاضراب ونجحت في اقناعهم بعد. طيب انا انتقل الى مشهد صرف الحوالات الصفراء محمد، يعني هل اختلف في محافظه الغربيه عن بقيه المحافظات الاخرى؟ يعني اليوم هو اليوم الثاني لصرف الحوالات في محافظه الغربيه، لكن لم يختلف كثيرا عن امس وعن باقي المحافظات. الزحام كان الزحام شديد جدا على البنوك المخصصه لصرف هذه الحوالات وهي بنوك الاسكندريه ومصر والبنك الاهلي والبنك العربي الافريقي، لكن الملاحظ ان هناك شكاوى كثيره من عدد كبير من المواطنين من عدم تمكنهم من صرف الحوالات ورغم تسليم جوازات السفر للبنك منذ امس. نظرا لتكدس الزحام فلم يتم صرف سوى يعني لعشرة مواطنين فقط من بين مئات المواطنين الذين يتواجدون امام البنوك، خصوصا بنك الاسكندريه الذي يشهد اكبر نسبه من المستفيدين. ايضا المستفيدين اشتكوا من عدم وجود مواعيد ثابته وواضحه للصرف حسب الشهور المحدده سلفا في البنوك، وهو ما ادى الى حدوث حاله من التشتيت بين المواطنين. وكذلك اشتكى بعض المواطنين من وجود اخطاء في الاسماء، ومواطن اكد ان هناك يعني اسماء ثلاثيه له في يعني هذا كلام تشترك فيه بقيه المحافظات في الحقيقه محمد في هذا المشهد المشترك بين يعني من يصرفون الحوالات الصفراء للعاملين في العراق قبل غزو الكويت. اشكرك شكرا جزيلا الزميل الصحفي محمد عوف، كنت معنا من محافظه الغربيه والتي نختتم بها هذه الجوله الاخباريه في عدد من محافظات جمهوريه مصر العربيه. بعد الفاصل سنوافيكم بمشيئه الله بموجز لاهم واخر الاخبار، فابقوا معنا.